يبدو أن آفة المخدرات بدأت تستشري في المجتمع الذي قاري، فلا يكاد يمر أسبوع أو اثنين حتى تسجل المحافظة عملية إلقاء القبض على متعاطي ومروجي المخدرات. شرطة ذي قار كشفت للتغيير عن آخر عصابة ألقي القبض عليها وبحوزتها أكثر من 4 كيلو من المواد المخدرة وأسلحة نارية. عملية نوعية نفذت في هذا اليوم من قبل لجنة مشكلة بأمرة معاون قائد شرطة محافظة ذي قار ومدير شعبة مخدرات ذي قار وذوي الاختصاص، وبعد ورود معلومات دقيقة بإلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة. تم إلقاء القبض على 3 نساء و3 رجال. تم مداهمة هذا الوكر والقبض على 6 متهمين، من ضمنهم 3 عناصر من النساء. كذلك تم ضبط بحوزتهم أكثر من 4 كيلو غرام من مادة كريستال المخدرة بالإضافة إلى المؤثرات العقلية. كذلك تم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم. هذا الواجب النوعي يعتبر من أهم الواجبات خلال النصف الأول من عام 2021، بالإضافة إلى ضبط أكثر من 20,000 قرص مخدر وكذلك أكثر من 15 كيلوغرام من مادة الكريستال وكذلك مادة الحشيش المخدرة. تخفيف الأحكام التي تصدر بحق المدانين من الإعدام إلى السجن والتفكك الأسري أحد الأسباب المشخصة من قبل الداخلية والتي ساهمت في توغل آفة المخدرات. طالبت الدوائر التحقيقية بضرورة إعادة القوانين والأحكام العقابية لردع المتاجرين والذين تضاعفت أعدادهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة. حقيقة الخلل هو في الجهل للمتعاطين وكذلك في التفكك الأسري الذي يسمح لجيل الشباب الذي لا يتجاوز 30 أو 25 بالحصول هذه. كذلك الخلل يكمن للأسف الشديد بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة عما كان في السابق، لأن نعرف أنه قانون المخدرات كان كثير من فقراته يعامل بالإعدام، وللأسف الشديد هذه الفقرة اللي أعطت هواية كثير من الناس ولاخص الشباب أنه السجن فترة زمنية محددة وبالتالي يخرج ويمارس عمله. وبحسب مراقبين في الشأن المحلي أن آفة المخدرات بدأت بالاستحفال في المجتمع الذي قاري، مطالبين حكومة بغداد بضرورة دعم الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة المخدرات. لقناة التغيير هاب الخفاجي الناصرية.